السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه. نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم في احوال جيده. اليوم ان شاء الله غنديكم معايا، غادي نمشيو ان شاء الله للصويره. يلا خرجنا تسعود، هادي تسعود ونص، هادي الصباح. المهم قلت لكم البنات ان شاء الله حنايا دابا شادين الطريق للصويره. غادي حنا في الدرجه الاولى على اساس ال سي واي كيكي، لان كما تعرفوا ولا ما عرفتش واش اخبار الاغلبيه ان ال سي واي كيكي كاينه في الصويره دابا شي عامين هادي. داكشي علاش غادي منها حجه وزياره من هاد الساره، ونشوف الا لقيت شي حاجه للبنات. نورمالمون كنمشيو لمراكش بحال هكا الا بغيت شي حاجه للحوايج، ولكن بما ان الصويره شحال هادي ما مشيت لها مده 11 عام، فقلنا منها حجه وزياره نمشيو ندوزو النهار، ما غنباتوش، نمشيو حتى للعشيه ان شاء الله ونروحو، ومنها نتغداو ونشوفو شنو داكشي اللي خصنا. حنايا البنات اخيرا دخلنا للصويره، كاين الريح محرك مجهد بزاف. المهم حنا دابا جينا ديريكتومون، جينا لال سي واي كيكي، ها هي كاتبه لكم. بالنسبه للبنات اللي ما عارفينش فين، كي درنا حنايا راين فوا دخلنا مع صويره، درنا في الجي بي اس ال سي واي كيكي صويره، ها هو جبنا ديريكت ليه، راه كاين حدا كارفور، جو بونس واحد كارفور اللي كاين هو هذا اللي كاين في صويره، ها هو ال سي واي كيكي كما كيبان لكم. المهم حنا دابا غادي ندخلو غنستاسيونيو وندخلو ونشوفو واش فيه شي حاجه ان شاء الله. ايوا البنات انا دابا تخرجت من ال سي واي كيكي، دوزنا فيها ثلاثه د السوايع، ما صورتش لكم والو فيها لي صور بصراحه. لي كرونطي هنايا في الصويره ما كاينينش بزاف. المهم خديت شي حاجه ليا والبنات، وهذا تمشي للدار ان شاء الله وعاد غادي نبارطاجيها معكم. دابا غادي نمشيو، هو اول حاجه غادي نديروها هو نتغداو.
صافي البنات، اليوم سالت الجولة ديالنا في مدينة الزويرة. المهم حاولت أنني نبارطاجي معكم شوية بعض اللقطات هكا من مدينة الزويرة. أنا جاتني كيف ما خليتها هادي 11 عام بقى هي هي، ما جانيش فيها شي تغيير ولا أباخ كارفور وإل سواي كيكي اللي تزادو. المهم تسعود الليل هادي، شتينا دابا الطريق على بركة الله إن شاء الله نمشيو لأكادير.